يولد الإنسان عبارة عن قطعة من الصلصال لها بعض الخصائص الوراثية التي لا يتحكم فيها جينات طوله ولونه وعينه وشكله، لكن البيئة حوله هي من تقوم بتشكيل شخصيته. شخصيتك هي نتاج ما مررت به في طفولتك واكتسبته في مراهقتك وتقبلته بعد نضوجك. فإن كانت شخصيتك سيئة فليس للجينات أو الهرمونات دخل في ذلك، ده أنت بس اللي ما تربيتش. شخصيات البشر كانت دايماً محور دراسة في محاولة لتفسير الأفعال البشرية الغريبة. تم التقسيم والتصنيف ومحاولة وضع البشر في طوابير مختلفة، وأنا جاية النهاردة أقسم معاكم وأقول لكم عن وجهة نظري في الحوار ده، ولأن الرجالة دايماً سباقين فحلقة النهاردة هتكون عن شخصيات الرجالة. يقولون دائما قرد فرفوش ولا غزال قفوش، مبدأ ثابت عند أغلب الستات. الراجل اللي دمه خفيف دايما بيكسب، لذلك هو الشخصية الأولى معانا القرد الفرفوش. سوري، الراجل الفرفوش هو دايما سباق في رمي الإفهات، يقوم عقله بتحليل البيانات والكلام والأفعال التي تحدث حوله فقط للوصول إلى أحسن إفه يترمي في الموقف ده. عادة ما يكون شخصية متساهلة، يمتلك من الحنكة ما يجعله باردا في ردود فعله. يجب أن يكون دائما محط أنظار من حوله، سلاحه لسانه ودرعه هزاره، يقدر يكسب كل معاركه بضحكة. فلو عاوز يخطف قلب بنت يضحكها، ولو عاوز يكسر قلب راجل يضحك الناس عليه، ولو عاوز يكسب تعاطف من حوله يضحكهم على نفسه. لكن أصعب عيوبه أنه لا يقدر حس الكآبة عند الأنثى، فأي أنثى بالنسبة له هي عبارة عن دراما كوين. لو عيطت أو قفشت أو حاولت تتكلم معاه جد، في داخله اعتقاد أن أغلب المواقف الصعبة من الممكن الانتصار عليها لو ضحكنا. فلو أبوك مات وهو قاعد معاك في العزة، ممكن يحاول يضحكك علشان يخليك تتجاوز حزنك. على النقيض وعلى الجانب الآخر هناك الغزال القفوش، هو الراجل الجد دايما، يعامل الحياة على إنها حرب لابد من الانتصار فيها، ولا تكسب الحروب إلا بالصرامة والعنف إن لزم الأمر. عصبيته تجعله دائما في مناصب قيادية، لاعتقاد الجميع أن تلك الصرامة والعصبية هي من تستحق تصدر المشهد. غالبا بيكون مربي شنبه ونبرة صوته تخينة لتذكير الذكور المحيطة به بأنه الذكر المسيطر هنا. نظرة الشمس جزء من شخصيته عشان يقدر يمارس هواياته في البص من فوق لتحت ومن تحت لفوق لأي شخصية ما تعجبوش. ولأن أغلب الشخصيات ما بتعجبوش فهو دائماً بيبصلك من فوق لتحت. هو الشخص المناسب لحل أي مشكلة صعبة بتقابلك، بالنسبة له لو محلش المشكلة فهو فقد جزء كبير من رجولته ومن احترام الناس ليه ومن احترامه لنفسه. عيوبه تكمن في أنه قادر على قلب ترابيزة الفرحة دايماً، تعصبه حاجات بسيطة فيبوظ القعدة والليلة كلها، لا يتحكم في غضبه تحول إلى مستذئب مشعر يعضعض في كل من حوله حتى يهدأ ويتدرك الأمر، فيبدأ في لوم الأشخاص اللي عصبوه إنهم هم اللي وصلوا للمرحلة دي. لا يوجد لكلمة آسف وجود في قاموس حياته، هو ليس آسف على شيء، ولو آسف على شيء فهو آسف على وجوده في هذا العالم الهذلي الذي لا يقدر عصبيته وحجم شنبه. نوع آخر من الرجال وهو الراجل الغامض، ومش بسلامته، ده الراجل الغامض بس انت ما تعرفش حاجة عنه. هو دايماً ساكت وكلامه قليل ونظراته أكتر، لو اتعصب بيسكت ولو فرح بيسكت، ممكن يبتسم، ممكن يطبق وشه شوية، ولو اتكلم هتلاقيه دايماً ماسك العصاية من النص، مش من هنا ولا هنا، لا بيحب يزعل منه حد ولا بيحب حد يزعل منه. هناك معارك طاحنة تدور داخل عقله، فغالباً يكون أغلب العباقرة من هذا النوع، لا يحب الظهور ولا الدوشة ولا الزحمة. أكتر الأوقات المحببة ليهم هي الليل عندما ينام الجميع وتهدأ الأصوات من حوله. ما بيحبش موبايله لأنه بالنسبة له أداة بتمكن الجميع من الوصول ليه. عيوبه أنه مش موجود أصلاً، يقدس الاختفاء، يعشق العدمية، مش هيقولي الكلام حلو، هيقولي الكلام علمي، ولو جبتي له هدية مش هيديكي أي رد فعل تفهمي منه هي عجبته ولا لا، هيقولك شكراً. لو جابلك هدية غالباً هتكون ألم حبر أو أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي.